مخاوف كبيرة تنتابه أسواق النفط العالمية والأوساط الصناعية الدولية، خاصة الدول المستوردة للنفط، من الهجوم المتواصل للرئيس الأمريكي على منظمة أوبك واتهامها بالاحتكار والدفع نحو زيادة أسعار النفط، إلا أن أسعار الخام ظلت متماسكة في ظل تحذيرات طهران لواشنطن وحلفائها في المنطقة بتعطيل مرور نحو 20% من نفط العالم عبر مضيق هرمز. نشاهد المزيد في العرض التالي. وبعد عدة شهور من التهديدات الإعلامية المتبادلة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، بدأت يوم الجمعة الماضية أول معالم هذه الحرب بدخول الرسوم الجمركية بين البلدين حيز التنفيذ، وهو ما جعل بكين تقول إن واشنطن أطلقت الرصاصة الأولى في أكبر حرب تجارية يشهدها التاريخ الاقتصادي. المزيد في العرض التالي.
إذن ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول دكتور أحمد مصبح الباحث الاقتصادي. ودكتور أحمد، إذا توسعت هذه الحرب النفطية التجارية التي أشعلها يعني ترامب، نحن أمام سيناريو انهيار اتفاقية التجارة العالمية وأزمة مالية جديدة أكثر شراسة من سابقتها؟ بالفعل استمرار، إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه وفي ظل تصاعد كبيرة ودائرة الديمقراطية التي لا تفرض على الإدارة الأمريكية، فنحن في السيناريو الأقرب للحدوث هو إيقاف بقية التجارة الحرة والعودة إلى الاتفاقيات البينية بين الدول الثنائية، والأمر الذي سوف ينعكس سلبا على نمو الاقتصاد العالمي واستمرار والدخول في حالة كبيرة من الركود والتضخمات التي سوف تفاقم من أزمات الاقتصاد العالمي. عظيم، نسمعك بوضوح، ولكن يعني لو التلفزيون مفتوح عندك يا ريت لو تغلقه أو تخفض الصوت قليلا. ونود أن نسأل عن نقطة مهمة، هل يعني ما يحدث الآن بين الصين والولايات المتحدة يطلق عليه حرب تجارية أم حرب اقتصادية، وما الفرق بينهم؟ الذي يحدث اليوم هو حرب، إلى حد الآن هي حرب تجارية، ولكن المغزى الرئيسي هو هنا هي حرب اقتصادية. فالإدارة الأمريكية تحاول إيقاف تغلغل الصين في الاقتصاد الأمريكي عن طريق التجارة، فالتجارة هي المدخل الرئيسي التي تستخدمه الصين للسيطرة والتوغل في الاقتصاد الأمريكي. كما نعلم الصين تملك قرابة 1.2 تريليون من سندات الدين الأمريكي، تملك قرابة 20% من الدين الأمريكي الخارجي، والمركز والعامل الرئيسي في رفع هذه الأرقام هي التجارة. فالإدارة الأمريكية تحاول إيقاف العجز التجاري بينها وبين الصين للحد من التوغل الصيني في الاقتصاد الأمريكي. عظيم، طب إذن ما هي الأبعاد المحتملة يعني لهذه الحرب التي يعني نتابع مجرياتها الآن؟ كما ذكرنا، استمرارها في هذه الوتيرة، هناك أطراف أساسية ودول صغرى بخلاف الصين والولايات المتحدة سوف تتأثر تأثرا مباشرا. فالدول مثل الدول التي تعتمد بصورة أساسية على التجارة مثل لوكسمبورغ وتايوان وسنغافورة، هذه الدول التي تعتمد على تجارة تكنولوجيا المعلومات والصلب وتغيير السيارات وتستند بصفة أساسية على هذه السلع، سوف تتأثر تأثرا مباشرا. ولكن إذا ما توسعت الوتيرة وفي ظل وجود التهديدات بفرض الرسوم الجمركية على الاتحاد الأوروبي والمكسيك وكندا، باعتقادي أن العملية سوف تمس الاقتصاد العالمي وأمن الاقتصاد العالمي بصورة كبرى وبصورة أساسية. وبالنسبة للدول العربية واقتصادات الدول العربية وخاصة دول الخليج المصدرة لمصادر الطاقة، ما هي التداعيات المحتملة عليها؟ الدول الخليج، نتحدث عن أن استمرار هذه الحرب وارتفاع وتيرتها يعني انخفاض في أسعار النفط، يعني تفاقم في مشاكلها. ونحن نعلم أن أسعار النفط ودول الخليج تعاني من أزمة اقتصادية نتيجة الانهيار في أسعار النفط منذ 3 سنوات، فهذا يعني أن استمرارها في تبني سياسات التقشف وتفاقم أزماتها الاقتصادية، هذا من ناحية الدول النفطية. هناك دول أخرى مثل مصر التي تعتمد على، التي تعتبر قناة السويس هي مركز ملاحة تجاري في المنطقة وتعتمد على إيراداتها، سوف تتأثر أيضا تأثرا مباشرا بهذه الحرب نتيجة انخفاض إيرادات قناة السويس وغيرها من أدوات الملاحة. طيب، بالنسبة لأسواق المال والبورصات، هل هي مستعدة يعني مواجهة هذه الموجة الحادة من التضخم الذي قد ينتج عن هذه الحرب مع تصاعد الحرب الحمائية بفرض مزيد من الرسوم؟ باعتقادي إذا ما لم تكن هناك جهود موحدة، فمثلا الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون له كلمة واحدة وموحدة، كندا، المكسيك، الدول العربية، حتى تستطيع التقليل من تأثير هذه الإجراءات.
فاستمرار الوضع على ما هو عليه وحالة التخبط الموجودة في قرارات الدول المتعلقة بالإجراءات التجارية، هذا يعني أن العديد من الشركات الكبرى سوف تنخفض أرباحها، سوف تتقيد فرصتها الاستثمارية، وبالتالي سوف لن تنهار ولكن سوف تنخفض بصورة كبيرة مؤشرات العديد من الشركات، وخصوصا الشركات التي تعمل في قطاع الحديد والصلب والسيارات والقطاعات تعتمد على المواد النفطية وغيرها من القطاعات. السوق أسواق العربية أيضا سوف تتأثر بصورة كبيرة، كونها العديد من الشركات التي تعمل في الأسواق العربية هي شركات صينية وأسيوية تعتمد إيراداتها على الأرباح التجارية التي تحققها هذه الشركات عبر تجارتها مع الولايات المتحدة وغيرها من الدول. ونحن نتابع هذه الحرب للأسف، يعني نشهد تصعيد من جميع الاتجاهات، ونجد تصعيد إيراني بوقف مرور النفط الخام عبر مضيق هرمز وهو يمثل 20% من النفط العالمي، فما هي السيناريوهات المحتملة لو حدث ذلك، وهل تتوقع أن يصل الأمر إلى ذلك أم لا؟ الإجراءات الإيرانية هي اعتقادي هي كانت ردة فعل على انصياع المملكة العربية السعودية لما يتعلق بقرارات ترامب والاستجابة السريعة إليه فيما يتعلق برفع أو خفض كميات الإنتاج، وهذا كان منافي لما تم الاتفاق عليه في منظمة الأوبك. استمرار هذه الوتيرة وفرض روسيا العديد من الرسوم الجمركية على الولايات المتحدة ودخول إيران على الخط، هذا ينذر بأن الأمر فيما يتعلق بالاقتصاد العالمي وأمن الاقتصاد العالمي بات في خطر أو في غير مأمن مع استمرار هذه المعطيات. فالحل هو وجود حرص ووجود يعني التبني سياسات تؤدي إلى تعزيز الأمن الاقتصادي العالمي بغض النظر عن المصالح الفردية أو للدول الواحدة. أخيرا، يعني بعض المحللين وبعض التقارير الاقتصادية أشارت إلى أن ترامب يسعى من وراء كل هذه الحرب الذي يؤججها إلى الحصول أو على النصيب الأكبر من كعكة طرح عملاق النفط السعودي أرامكو نهاية العام الجاري. يعني ما تفسير هذا الطرح؟ باعتقادي أن هو من جانب، لو أخذناه من جانب أن توليد الأزمات وبث شعور أن الولايات المتحدة هي الوحيدة القادرة على حماية المصالح النفطية للمملكة العربية السعودية وأن الولايات المتحدة هي المشتري الوحيد، هذا الأمر الذي سوف يقلل من تكلفة الصفقة وسوف يجعل أن السعودية ليس أمامها إلا الولايات المتحدة لشراء هذه الصفقة، ولكن باعتقادي أن الأمر أكبر من مسألة أرامكو. فهنا نتحدث عن تحديد الاقتصاد العالمي وهي محاولة منه للسيطرة على أرامكو، باعتقادي هو أيضا مسيطر بصورة أو بأخرى، فالقرار المتعلق بالنفط العالمي هو في يد الولايات المتحدة وليس في يد الدول المصدرة للنفط، هذا من جانب. من جانب آخر هو يحاول تقليص وتقليل التوغل الصيني في الاقتصاد الأمريكي، خصوصا مع استمراره لتبني سياسات الإعفاءات الضريبية. تبني سياسات الإعفاءات الضريبية يعني أن هناك بحاجة إلى زيادة من عجز الموازنات في الولايات المتحدة، بحاجة إلى تمويل إضافي. استمرار هذا التمويل واستمرار التوجه إلى سندات الدين في ظل وجود فائض لدى الصين يعني توغل استمرار وزيادة في التوغل الصيني في الاقتصاد الأمريكي. نعم، يعني سؤال فرعي طرح نفسه من خلال إجاباتك، وهو يعني مسألة أن هذه الظروف قد تؤدي إلى خفض أسعار النفط، ولكن ما نراه الآن أن أسعار النفط يعني تواصل الارتفاع أو على الأقل متماسكة لم تنخفض، فما تفسير ذلك وما التوقعات في المستقبلية؟ التوقع نحن اليوم في بداية، هي لم تندلع حرب بعد، ولكن هناك حرب تصريحات مع إجراءات بدايتها لم يكن هناك استجابة سريعة للمؤشرات والمتغيرات، ولكن استمرار هذه الحالة مع ظل تصاعد الاتحاد الأوروبي إذا ما اتخذ موقف موحد ضد الإجراءات الأمريكية، وهنا نتحدث روسيا وإيران وحتى تركيا، استمرار هذه الحالة في ظل أن على سبيل المثال الصين تستورد 400 ألف برميل من المواد الخام من الولايات المتحدة بصورة يومية، معظم الشركات التي تعمل في الأسواق العربية وأسواق النفط هي شركات تعتمد بصورة أساسية على التجارة في الأسواق الآسيوية والأوروبية، الانخفاض هذا الموجود
في نتيجة فرض الرسوم الجمركية سوف يؤثر على ربحية الشركات الكبرى ويقيد حركة توسعاتها، وبالتالي يقلل الطلب على النفط وعلى المواد الخام، الأمر الذي سوف ينعكس سلبا على أسعار النفط. دكتور أحمد مصبح الباحث الاقتصادي، نشكرك، كنت معنا من اسطنبول، نشكرك على المشاركة وهذه المعلومات. إذن مشاهدينا، شاركونا برأيكم كيف يمكن تجنب أزمة اقتصادية عالمية جديدة مع إشعال الولايات المتحدة حرب النفط والتجارة الدولية. التعليقات نشاهدها بعد الفاصل. إذن نتابع بعض التعليقات التي وردت إلينا في هذا الموضوع. عزيز البصراوي يقول: أمريكا دائما تسعى للسيطرة على اقتصاديات العالم، نلاحظ الدول التي لها دور وعلاقات جيدة وإيجابية مع أمريكا تكون في مأمن من التدخلات الأمريكية، والدول التي تعارض سياستها تكون دائما محاربة اقتصاديا، وتسعى أمريكا للسيطرة ومد نفوذها عليها. كريم محسن: الدول الكبرى تتلاعب بمقدرات الشعوب. حسين العلي: أمريكا عندما تستشعر الخطر قد اقترب منها تحاول إعاقة تقدمه، وهذا ما حصل مع الصين بعد أن كانت في المرتبة الرابعة أو الخامسة اقتصاديا وبذلت المستحيل لتصل إلى المرتبة الثانية، إذ تسعى أيضا لحل محل أمريكا في المرتبة الأولى عالميا، لذلك فعلت أمريكا هذه العراقيل أمام الصين. أباثر الأسدي: إنها حرب كبرى والتي ستؤثر على مسار العلاقات الدولية بشكل كبير وسلبي، وستجعل العالم على حافة الهاوية، فالحرب الاقتصادية أشد وطأة من كل الحروب. مصطفى حسين: بصراحة أمريكا تتحكم في كل شيء اقتصاديا وسياسيا، العلاقات الاقتصادية أعتقد ستكون متوترة بعض الشيء، سعر صرف الدولار ممكن أن يرتفع. ورشا بورسعيد تقول: بما أن الحرب الاقتصادية بدأت فحتما العالم مقدم على حرب عسكرية عالمية ستجر لها جميع الدول، ترامب يشعل العالم. هذا هاشتاج من رشا بورسعيد. ونكتفي إذن بهذا القدر من التعليقات، وندعوكم لمزيد من المشاركة. مشاهدينا، انتهت اليوم تغطيتنا لأسواق المال العالمية والعربية وللأخبار الاقتصادية. نشكركم على المتابعة ونلقاكم غدا بإذن الله. إلى اللقاء. برنامج برعاية دلالة القابضة، الثقة والابتكار.